تغييرات بسيطة، واللي هي انه ماما راح تكون مسؤولة عن التحدي وراح تساعدنا. ساعدت ماما التحدي. ماما كتبت لنا هون اغراض بدنا اياها للبيت، اغراض هون واغراض هون، فانه نحن لسه ما فتحنا الورق ولا شفنا شو فيه، راح نشوفهم هنيك، ويعني بس يبدا التايمر راح نشوفهم. راح يكون تحدي كثير حلو مختلف شوي عن القبلة. وقبل ما نكمل الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. ضيفونا على موقع التواصل الاجتماعي اللي هنا انستغرام وتيك توك وسناب شات وفيسبوك، الرابط كلها تحت في صندوق الوصف. وبس يلا نبلش، نروح يلا نبلش. سو راح اوريكم هلا شو لابسين يا جماعة. 1 2 3. تم تم، شوفوا الجاكيت محلاها جايز. تم تم تارارم، واو. اوكي جايز، مثل ما شايفين طبعا اخترعنا طريقة، جبنا عربيات بس ما عرفنا بالضبط. عن جد اول مرة بتعمل شيء مفيد بالحياة. شوف عم امزح. المهم في جبنا هذول العربيات بس ما عرفنا وين نحط الموبايل، هون هون هون. يعني بدي اركز على شوفهم على العربية بنفس الوقت بالضبط. فليم شو عملت؟ 1 2 حطت هون هاي وربطته بالمطبط هيك. الله انك ذكية، طلع لك فائدة يا جماعة. يلا هلا بدي احط موبايلي هون انا كمان. اوكي جايز، مثل ما شايفين ثبت تليفوني هون هلا انا وضبط مايك، فانه هلا رح نبلش ولين بعربايته وانا بعربايتي، بدنا نشوف مين اسرع. انا بقول ما رح نحط تايمر، رح نحدد المكان اللي نوقف فيه نحن التنتين، واللي بتوصل عليه اول مع اغراضها كاملين بتفوز. اوكي جايز، هلا بدنا نختار الورق. ماما كاتبه على الورق اسمائنا، وحده عليها اسم وحده عليها اسمين، بس نحن ما رح نختار على الاسم، نحن رح نمشي انه على حجر رقم 5. هاي ورقتين هون، طبعا الاغراض غير بعض. هيك اختار فيها اشياء اصعب عادي، انت ما رح نفتحها طبعا غير لما نبلش. يلا اوكي، لا تفتحي سريش اسم مين طبعا طبعا. لا انا مكان محدد انه بس نخلص بنجي هون، اللي بتجي هون اول بتفوز. يعني مثلا جيت انا ولقيتنا انا وجيت هون، يعني خلص نعرف فايز. يلا نتاكد من الاغراض. 1 2 3. اوكي اوكي اوكي. جزر جزر صغير. خيار صغير. إجاص رمان حلو 6 حبات.
جايز هداك كان إجاز لاب أجيب جوافة حبات جوافة دي راح أبني أوكي هذا لي مكافأة علبة ملح ملح شبس 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 كلور 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 هلا كلور هاي محارم مطبخ خلصت كل أغراضي أتأكد معكم
بس خلصنا وحسبت كل الأغراض. هلا أنا رح تدفع مثل الشطورة. فاولك فايت تعي حتى أنت عم تدفعي مسيطرة. همشيك ماستر. اوكي جايز هلا أنا هذا المكان مثبت فيه. المهم أنا حبينا أنكم نهاية هذا الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ودفعوا لنا إنستغرام تيك توك سناب شات وفيسبوك رابط فينا تحت بصندوق الوصف. وإذا عجبكم الفيديو اكتبوا لنا تحت بالكومنتات وينه؟ جيبي الدهينة الصبع الصبع إجا من حلا عشان يجي يحمل معنا الأغراض لأن إحنا ما راح نقدر نعمله. المهم إذا عجبتكم هالفكرة نحن فكرناها من عقلنا وما شفنا والله إذا حدا بسويها. فإنه إذا بتحبوا هيك أفكار وأنا استمتعت هاي اجى من حلق شوفوا شعره وظابط حياته خربت له اياه. لا هو ما نصور نحن بس فائق الشعر. المهم هاي الخاتمة وبس بدي اسوي لايك والاشتراك بس اشتركوا بقناتي. ايوه قناتهم تحت. هاي حسابنا الانستغرام حساب الانستغرام ايه هون حساب الانستغرام وهي بس خلص شو اسمه خلص تويتر خلص يلا بس باي. راح تجيب لي الملح.